السلام عليكم واهلا بيكم في مكان جديد وافتتاح جديد. النهارده جايبين لكم كنز عبايات سوري الستايل التركي اخر شياكه. في عندنا الطويل والقصير، ده غير كمان ان هي خامتها جبردين وحاجات ووتر بروف. وعندنا الجنسات النهارده بقى حاجه تحفه. على فكره العروض دي بسعر موحد لفتره معينه بمناسبه الافتتاح. ده غير اللبس الكاجوال النهارده عندنا اسعار هتعجبكم جدا، كل المقاسات موجوده وكل الحاجات الحلوه دي. احنا النهارده جايين نصور محل لندن يا جماعه، موجودين فين؟ صلوا بينا على النبي، احنا في اسكندريه شارع الفلكي. الشارع ده متفرع من سعد زغلول على امته مول الفلكي. هتمشي شويه طبعا سينيوريتا، بعد سينيوريتا هنلاقي محل اهو هو جنبه على طول، محل لندن. تعالوا بقى اتفرجوا. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام، نورتينا. ربنا يخليكي. عايزاكي بقى تطلعينا الحاجات الحلوه كلها بتاعت بنات الشام بقى. لا، هي ماركت بنات الشام. تمام. فيها مثلا اللي هو الميني نبدا بالقصير اللي هو ميني دريس، وهم بيقولوا عليه ايه؟ بالطو قصير. بالطو قصير. تمام. طبعا الخامات كلها اللي هلا موجوده بالتصفيات هي خامات صيفي. تمام. مثل هذا هيك اسمه خامه جبردين، طبعا هي خفيفه حلوه. حلوه قوي. ده كل المقاسات موجوده والالوان؟ المقاسات هذا عندنا منه اللون الرصاصي، البيج، البيج، الكحلي والاسود. تمام. وده اول واحد كده بكام؟ 400. 400. بصوا يا جماعه العروض دي لمده 3 ايام لان هم لسه فاتحين، فعاملين عروض بمناسبه الافتتاح. طبعا هو قبل الخصم كان عامل 650، كان ب 650 بس هو علشان الافتتاح ب 400 جنيه بس. فيها تمام. كمان كتير مبرتب. هذا ايوه كمان كتير حلو، كمان حلو قوي. ده طويل قصير كمان. ده قصير كمان. قصير عندي موديلين، موديلين هذا اقصر وفي هذا اطول. شيك قوي قوي. هذا لتحت الركبه. تمام. هذا عند الركبه او فوق الركبه شوي حسب طول البنوته. ده مثلا الوانه ايه؟ ده منه اللون الرصاصي. حلو، يعني اللون الجراي الفاتح ده واللون اللي هو الموف. هو عباره عن سوستة من تحت مش كده؟ ايوه سوستة لغايه الاخر ولا النص؟ لا، هو اول شيء سوستة لغايه الاخر يا جماعه. حلو طبعا، شياكه قوي. وكمان كباسين، كباسين من فوق عشان تداري السوستة عشان ما يبقاش شكل السوستة طبعا. الستايل التركي ده بيبقى تحفه. بكام بقى الاسعار؟ احنا قلنا اي حاجه 400 مبدئيا دلوقتي 400، بس ده اصلا يعني قبل الخصم كان عامل مثلا 700 وحاجه قبل الخصم. اسعار كانت كلها. انت قلبتي مصري دلوقتي على طول. ايوه. عندك هذا ب 700. ده كده بكام؟ ب 700. 700 في منه اللون الاخضر. وهو دلوقتي ب 700 ولا لا؟ ب 400. ب 400 برده. 400. الله ينور. مده 3 ايام يا جماعه، الحقوا العروض الحلوه دي بجد. بصوا بقى اللون البيج ما شاء الله. الله. طبعا الاسود ملك الالوان والبيج طالع موضه. اللون الاخضر نحن عندنا في سوريا بنقول له العفني. العفني. بصوا الشياكه بقى. بصوا انا عايزه بس افرجكم على التفاصيل لان بجد ستايل هيبقى تحفه. ده هيبقى ترند السنه دي. هذا كتير حلو. في هذا الموديل كمان هذا كتير مرتب. ايوه بصوا يا جماعه، مرتب يعني شيك. بصوا الجمال، سوستتين من الجنب كده واخر جميل. والخط هذا كتير هيك حلو فعلا. منه اللون الاسود. الله. اللون الذهب طبعا. أيوة. هذا انتوا عندكم بتقولوا له كشمير. كشمير انتوا بتقولوا عليه الزهر، احنا الزهر لون تاني خالص يا حبيبتي عندنا. الاسود منه. ايوه ما شاء الله. الاسود ملك الالوان، نحن كسوريين بنحب اللون الاسود كتير. قولي لي بقى المقاسات يا قمر لغايه كام؟ كلياتها موجوده بهي الموديل، بيبدا من 46 لحد 54. لحد 54. تمام. في هذا الموديل بقى ميديم لارج، بيبدا من الميديم لحد 2 اكس. لحد 2 اكس بس، شيك قوي قوي. والباقي على هاي. ايوه كل دي يا جماعه عشان الناس ما تفكرش الحاجات دي شتوي، الحاجات دي خامات صيفي. خلي بالكم خفيفه. اوه دلوعه بنت الشام. ايوه انا بشوف فعلا الستات السوريات لابسه الحاجات دي بقى شيك قوي. كتير مرتب. وطبعا كله في كابيشو. ايوه الله ينور. هذا كتير مرتب. هذا الموديل عندي منه اللون الكحلي والاسود. لون ايوه. كانت لسه في حد ايسو كمان كان حلو عليه قوي. كتير كتير صراحه. مرتب كتير هذا الموديل. وب 400 ده يا قمر برضه. ده ب 400 طبعا قبل الخصم. بصوا قبل الخصم كام؟ كان 850 يا جماعه. الحقوا الحقوا الحاجات الحلوه دي، الاخوه السوريين والبنات اللي ستايلهم كده. بصوا بقى احنا جبنا لك لبس تركيا لغايه هنا. هذا كتير. هذه مرتب للستات اللي بتحب اللبس الهادي المعروف مثلا. شيك قوي. غير هذا طبعا في ايوه ساده، في ناس كتير بتفضل الساده، بتحب الحاجات السيمبل يعني. 400 برضو اي حاجه 400 اللي احنا شفناه. طبعا هذا عندنا منه بيج كحلي
اسود لون تمام حلو الله ينور منطبقين شويه بالوان حلو على فكره ده هنا جزء بس اللي هو جزء يعني البلاطي الصيفي دي بس في تحت كمان بلوزات وحاجات تانية واشكال تانية الله ينور عليكم في ايه تاني يا قمر عندنا الجينز للبنات الصغيره مثلا هذا كتير الشياكه دي حلو قوي بجد المقاسات متوفره كلياتها طبعا من حد ميديم مثل ما حكينا لحد 2 اكس وفي ده لغايه 2 اكس ده لحد 2 اكس ده كده بصوا استك من على الويست وصراحه شيك قوي ب 400 برده ده ب 400 سعر موحد النهارده بصوا ده كمان احلى قطعه من بنت الشارع ده اللي انت كنت لسه بتقولي عايزه اخد منه هذا لازم اخده هذا اي عروس لازم تاخد منه جميل لون مرتب ولونين كتير مناسبين مع بعض فعلا. ما بيغلبونا انه نختار لون طرحه صح اللون الطرحه اي لون بيبقى بص الرقه بتاعت الفيونكه دي يا سيدي انا عملتها ايوه انت اللي عملتها انت اللي عملها برافو عليكي وبكام يا ب 400 برضه انا بقول بكام ليه ايوه 950 اصلا لا والله حيل الحاجات دي جميله سبغاش شيك قوي بصوا ده كمان يعتبر برضو زي للميني دريس تاني ايوه تمام ايه الحلويات دي في كحلي ايوه في الاسود وفي الكشمير ايوه وفي عنا منه اللون الصفر الجري اهو كمان يا جماعه بصوا اخر جمال واخر حلويات يا جميل اللي عم يسال على الخامه هي بتبقى ووتر بروف بس طبعا الخامات الصيفيه صيفي ووتر بروف بس خامات صيفي ايه اللي هو سكاي ايوه بصوا بقى ده ايه اللون ده ايه اللون ده يا مروه سرعه الموضه وفي منه لون الله عشيكه وفي الاسود انتوا كده هتخلوا البنات المصريات كمان تلبس الحلقه ان فعلا هم اوريدي بيلبسوا الحاجات دي ايوه فعلا باين المصريه اكتر من السوريه لا والله انتوا منورين مصر الله العظيم الله يخليك ربنا يخليك بص يا حبايبي الجمال هذا الموديل كمان كتير الله طويله لا رجعنا شوي للطويل حلو قوي ما شاء الله اي حاجه ب 400 جميل جميل جدا عرض لمده 3 ايام لمده 3 ايام ايوه كحلي واسود بنحب كتير الالوان الاسود ايوه تبقى صح بتبقى كده حلوه ومش مش محيره يعني في ناس برضه بتحب القطن ده قطن ده هذا قطن صافي تمام قطن صافي يا جماعه عشان الناس بتحب الكاجوال ده كاجوال شوي بنات حلو قوي تمام لبست كتير في برضه كمان هذا ده برضه جميل جدا هات كمان معنا في ستات بتحب الحاجات دي ايوه الهاديه اللي ما فيها بصوا السنبله بقى اخر شيكه وطبعا المقاسات موجوده كلها كل موجوده تمام هنطلع بره برده الجزء اللي بره ده فيه حاجات حلوه قوي بصوا يا جماعه كذا موديل عندك ايه الهلب ده الهلب ده جميل قوي بصوا يا جماعه حاجات جميله كل البلاطي دي اي بلطو فيهم او اي دريس فيهم او اي عبايه ب 400 جنيه لمده 3 ايام تمام هو العرض من يوم الخميس فانتوا بقى خلي بالكم الفيديو لو نزل الجمعه هيبقى جمعه وسبت العرض عشان تبقوا عارفين بصوا يا حبايبي الجمال ايه الجمال ده وهي الرقه دي بما انك حبيتي اللون المنت حلو جدا ما شاء الله ما شاء الله حاجه كده اخر جمال يعني ده يا جماعه ب 400 والله العظيم ولمده يومين خلي بالكم تمام العروسه تلحق حالها وتجي لعنا ايوه بصوا بقى لو انت هو ليه العبايه الجينز عندكم مختلفه كده شكلها راقي شكلها مختلف كده ايوه فعلا او حتى انه عادي تلبس عبايه ايوه برضو ب 400 برضو ب 400 وده برضو حاجه كده لا بنت الشام مدلعك لا بنت الشام النهارده عامله مفاجات جامده حتى ما نسينا ست الحبايب طبعا ايوه تونيكات حلوه لست الحبايب اهي ان شاء الله حيكون في منها تشكيله اكبر أيوة. بس الالوان الموجوده الوانها كتير موجوده وكل حلو. الاسعار تمام يعني كله كتير. ست الحبايب وكله ب 400 جنيه وبصوا ده كمان هات كمان الله ينور حلو قوي العبايات كمان الله ايه العبايات الدلعه دي بصوا العبايات الحلوه دي هاي كتير مرتبه ب 400 برضو كله ب 400 الله لحق حالك ايوه الحقوا نفسيكم والمقاسات بتاعت العبايات اخبارها ايه لا مقاسات العبايات متوفره من حد ميديم لحد 5 اكس الله اكبر ما شاء الله هاتيلي دي هاتيلي دي يا مروه لا دي لازم هي ايوه بصوا يا جماعه الله ايه ده ايه العبايه القمر دي جميله تجنن تجنن بجد زي الفل
بصوا يا جماعه هي اصلا 550 هتبقى دي ب 400، الحقوا بقى لان الاسعار دي هترجع تاني بعد اليومين دول. ايوه بصوا بقى دي ملحفه دي ولا عبايه؟ عباية بتبقى كده سواري شوية. أيوة شيك قوي، بتبقى كتير حلوة باللبس. الله ينور، جميلة زي الفل. أيوة الكم تبع مقلم بيبقى شكله كتير حلو باللبس. حلو برضو الدرسات دي تنفع البنات، تنفع البنات. أي عباية عباية كاجوال وعندنا سواري. تمام حلو قوي. أدي سواري سواري وش بقى. أيوة آخر جمال وشياكة وأناقة وحلاوة كده. ده القسم ده بتاع الحاجات اللي هي السورية والستايل التركي. عايزة تغيري ستايلك تعالي بقى. بص دي الخليجي، دي رقيقة قوي. هو اللي هنا ده ايه اللي جوه ده؟ طرحتها؟ طرحتها. تمام حلو قوي ما شاء الله. بصوا كمان، بصوا يا جماعة جميل جدا برضو. ايوه صح الله ينور، يعني المنتقبات كمان هتحب اللبس ده جدا. بس دي كمان العباية دي انا عجباني قوي الحاجه دي. بصوا جميله. ايوه زي العسل. بصوا نازله كلوش من تحت كده. الحلوه بقى دي طبعا هنا قسم الكاجوال بقى. هيك عندنا احنا ابتداء لاسعارهم اي سعر مثلا مكتوب في عليه خصم 20%، يا اما في عرض ثاني بناخد قطعتين وبنحصل على الثانيه. الثالثه هديه فري من اي مكان انت بتختاري. اي حلوه قوي. يعني لو خدتي حضرتك قطعه يبقى 20% خصم، لو خدتي قطعتين عليهم الثالثه هديه. تمام ده بقى ساري المفعول مش لمده يومين ولا حاجه، ده موجود بقى معانا. الله ينور. بصوا يا جماعه الشياكه هي على التنورات او جيبات. ايوه جيبات. في بلوزات هيك طويله، تونيكات طويله للمحجبات والحاجات الحلوه. وبكام يا جميل هدول؟ ب 150 قبل 150 بعد الخصم 150 250. حلوين تمام. يعني عندنا هي البلوزه اصلا ب 325 تقريبا، ب 280 بعد الخصم. 280 بعد الخصم. لو اخذناها بسعرها اخذنا قطعه ثانيه ب 250 مثلا، مثلا يبقى اخذنا الثالثه بتختاريها مجانا مكان انت بدك اياه. حلوه قوي. وبرده مقاسات البلوزات بقى اخبارها ايه؟ مقاسات الاذن الله موجود من ميديوم لحد 3 اكس ما شاء الله. بصوا دي كمان بلوزه كتير مرتبه، حلوه على تنوره او جيبه صفر سوداء او على بنطلون او بنطلون اسود صح. وكام بقى المرتبة دي؟ هاي المرتبة عاملة 350 350 وطبعا عليها 20%. بصوا البليسيه دي كتير حلوة، حلوة قوي ورقيقة جدا ما شاء الله. دي برضه هي خامات ستان، حلوة قوي كمان كتير ستان زي الفل. كله طبعا في منه الوان، يعني عندنا هاي البلوزة في منها الزيتي والاسود والخمري، الوانها موجودة. ايوه بقى كاجوال بقى ندخل على الكاجواله. دي ب 280 يا جماعه وعليها خصم 20%. بصوا بقى دي ايه ده؟ هاند ميد ده ولا ايه؟ بصوا الهاند ميد، الله شيك قوي قوي جميل. بصوا بقى الناس الحلوه اللي قالت لي احنا عايزين شغل فورمال، جبت لكم اول الحاجات الحلوه. وبكام الفيست ده؟ البست ده ب 350 طبعا بعد الخصم، تقريبا بيوصل ل 280. 280 تقريبا بعد الخصم. حلو قوي. في منه النبيتي، في منه النبيتي وكان وال... منه الاسود بس خلاص. خلاص عشان العرض. ايوه ده موجود. في عندنا هيك شغلات كمان، كارديجان هي حلوه للمصيف. حلوه قوي والوانه موجوده كمان. الوانه موجوده، هذا ب 290 290 وعليه الخصم طبعا. لون الهافان طبعا كله في. ادي الوانه اهي موجوده يا جماعه، النبيتي وريه لكم كده والهافان. تمام يا قمر، نرجع شويه رجعنا تاني للحاجات الفساتين الحلوه السوريه والستايل التركي. في منه كتير الوان شايفين، قماشتها كلها صيفي يا جماعه. ودي كتان، ودي كتان. ايوه كتان صافي. ايوه كده جميله جدا ما شاء الله. طعم الناس المنقبين كمان ب 400 ده، ده في عرض ال 400 ده ولا لا؟ هذا 475 طبعا عليه خصم. اقل أيوة. من 400 يعني. تمام اقل من 400 كمان. حلو جدا ما شاء الله. بصوا بقى الستايل ده تبقي داخله كده المكان بستايلك بصراحه. اللي هو التونيكات الطويله والقصيره، هدول هن الاثنين بس اللي عليهم اللي عليهم. دريسات ثانيه بقى، حاجه ثانيه والبنات عايزه الدريسات اللي زي دي. دي بكام يا قمر؟ ب 375 كله عليه خصم. كله عليه خصم وده بلسي ينفع مناسبه 375 ده برضو. تمام قبل الخصم يعني تيجي هنا تاخدي الخصم بتاعك على طول. بصوا ده
ده كتير حلو، كان في موضة اسود بس للاسف خلص. لا شيك بصراحه، بصراحه شيك قوي. في عندنا هيك شيء تايجر، هي التايجر ده الموضه طالع قوي جميل سنة. قوي ما شاء الله، حاجه جميله التايجرات حلو قوي، كروازيه كده من عند الويست. ايوه الموديل كتير أيوة. طالع موضه، هي شيك قوي، يرتبط لورا وممكن يرتبط لقدام، شكله كتير حلو. حلو بس وهي في عندنا شكل تاني، في الوان والمقاسات متوفره من ميديوم لتلين اكس. بس انت ما تنسيش السعر اهم شيء. ايوه دي ب 350، وطبعا بعد الخصم بقى يبقى ثمنها ممكن 280 او حاجه هيك شويه سنتان للناس بتحب السواري شوي. واو خلاص ده على حاجه طبعا شغله بسرعه. ايوه عندنا البيبي بلو، هدول طبعا عليهم سعر موحد، اي بلوزه من هدول ب 175. 175 يعني اي بلوزه ساده او مشجر ستان. حلو قوي تمام، في منها مشجر على فكره، هدول عليهم خصم اكتر من 20%. ما شاء الله، بصوا دول يا جماعه اي واحده فيهم 175. 175 لا بصراحه اخر شياكه، شيك قوي قوي. هذا اللون كتير حلو، ايوه طلع موضه جدا صح. ايه بقى الشميزات القمر دي؟ هي عليها عرض ب 150، اي حاجه فيهم 150 جنيه الاستاند ده. في عندنا منهم الساده، في عندنا منهم المشجر هيك المقلم. الله دول برضو 150؟ والله حلوه قوي طبعا، شيك قوي. بصوا يا جماعه دي سويترات كده تنفع لبنات الكليات، سويت شيرت شيك قوي بصراحه اخر شيء. 150 الساده والمشجر حلوين قوي، الله ينور عليكم. كمان الساده فيها لمعه، الحقوا العرض الحلو ده. في الوان طبعا احنا ايوه من فرجكم كده ايوه، والمخطط ده كمان حلو، هاد معاهم كمان ايوه 150 برضو تمام. في عندنا دي بقى هي 190، دي 190 دي جميله قوي، اسود وفي منها التايجر كمان المقاسات، التايجر بتاعتها حلوه شيك قوي. 190 جنيه تمام. في السوت، هذا سوت كتان صافي. استني بقى عشان السوت ده شكله مختلف عن اللي انا شفته بصراحه، اللي انا شفته في السوق مش كده. ما فيهوش اي خيوط بوليستر او اي حاجه، ايوه كتان صافي كتير كتير. طبعا كان في منه الوان بس للاسف خلصت يعني تمام عشان خصوماته. وبكم يا قمر؟ هاد سعره مفاجأة، كان عامل 550، هلا أيوة. نازل ل 350. 350 السوت الكتان القمر ده حلو تمام. استخدامات في حاجة تاني على فكرة، المحل لسه في حاجات كتيرة جدا، في شغل كاجوال كتير. أتمنى يا رب الجولة تكون عجبتكم، ما تنسوناش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم.